الله على بركة الله. حاولوا في هذا الفيديو هذا صوبوا 80 37 صفحة 206 من الكتاب المفيد مستوى الثالثة إعدادي. في هذا التمرين عطاونا نقطتين، نقطة أ عندها الإحداثيات ديالها هما جوج ألفا 7، ألفا عدد حقيقي، و بي كيساوي ناقص 6 9، والمعادلة ديال أ بي هي إكس زائد جوج إيكغيك ناقص 12 تساوي صفر. السؤال الأول، حدد قيمة ألفا. إذن ألفا بي اش مرتبط؟ مرتبط بالنقطة أ، والنقطة أ راها كتنتمي لمستقيم أ بي، وبالتالي إذا كانت كتنتمي لمستقيم أ بي راه الإحداثيات ديالها كيحقوا المعادلة. لدينا أ كتنتمي لمستقيم أ بي، يعني أن الإحداثيات ديالها إلا عوضناهم هنا راهم غيساويو ليا صفر، يعني أن إكس أ زائد جوج إكغيك أ ناقص 12 تساوي صفر. شحال هو أفصل النقطة أ؟ أفصل النقطة أ عندنا هو جوج ألفا زائد جوج، أرتب النقطة أ هو 7، جوج في 7 ناقص 12 تساوي صفر. إذن هنا جوج ألفا زائد 14 ناقص 12 تساوي صفر. إذن جوج ألفا زائد جوج تساوي صفر، يعني إذن جوج ألفا تساوي ناقص جوج، هنا كنحلو معادلة وصافي. إذن ألفا تساوي ناقص جوج على جوج، يعني إذن ألفا في هذه الحالة كيساوي ناقص 1. صافي متفقين؟ ألفا يساوي ناقص 1. هذا فيما يخص السؤال الأول. السؤال الثاني، قالوا لنا ليكن د المستقيم الذي معادلته إيكغيك يساوي ناقص 1 على 2 إكس ناقص 1 على 2 إكس زائد 3. السؤال بين أن د يوازي أب. صافي غنبينو بلي د كيوازي أب. إذا باش يكونوا متوازيين يعني خص يكون عندهم نفس الميل، يعني خص يكون عندهم نفس الميل. الميل ديال المستقيم د ها هو راه باين ناقص 1 على 2، خصنا نحددو الميل ديال المستقيم أب. دونك شنو عندنا باش نحددو الميل ديال المستقيم أب؟ خصنا نكتبوه على شكل، خصنا نكتبوه على شكل ديال المعادله المختصره، اولا ممكن نحسبوا الميل ديالو. صافي بجوج طرق، ممكن نحسبوا حتى الميل ديالو بهاد النقطتين ا بي وغنعوضوا الفا بالاحداثيات ديالها. دونك لدينا ا بي احداثيه اكس زائد 2 ايغريك ناقص 12 تساوي صفر، يعني ان 2 ايغريك تساوي ناقص اكس زائد 12. صافي إذن إيكغيك كيساوي ناقص إكس زائد 12 على 2، إيكغيك تساوي هي ناقص، غنفرقو لهم المقام، ناقص 1 على 2 إكس زائد 12 على 2. صافي إذن ها هو الميل ديال هاد المستقيم هو 1 على 2، غير شوية نزيدو نختزلو الكتابة، 1 على 2 إكس زائد 6. صافي إذن الميل ديال المستقيم أبي ها هو يساوي ناقص 1 على 2، وبما أن الميل ديال المستقيم الدي تا هو كيساوي ناقص 1 على 2، إذن كنلاحظ بأن المستقيمين عندهم نفس الميل، فإن أبي يوازي المستقيم د. متفقين؟ مستقيم أبي يوازي المستقيم د. السؤال الثالث، السؤال الثالث قالوا لنا ثالثا حدد معادلة واسط القطع، حدد معادلة دلتا
حدد معادلة دلتا وسط القطاع AB. يعني باش نحددو خصنا الميل، عفوا خصنا الميل ديال المستقيم دلتا، خصنا شي نقطة. دونك شنو عندنا؟ لدينا دلتا وسط قطاع AB، يعني شنو؟ يعني دلتا عمودي على AB. إذن شنو غيكون عندنا؟ الميل ديال دلتا في الميل ديال المستقيم AB كيساوي هذا الشيء ناقص واحد، يعني الميل ديال المستقيم دلتا كيساوي ناقص واحد على الميل ديال المستقيم AB. صافي، والميل ديال المستقيم دلتا هي ناقص واحد، الميل ديال المستقيم AB حنا لقينا هو ناقص واحد على جوج، ناقص واحد على جوج. والميل دي إذن ميل ديال الناقص عدد سالب على عدد سالب هو موجب، وهذه راها تساوي جوج. يعني إذن عندنا المعادلة ديال المستقيم دلتا إيكغيك تساوي جوج إكس زائد بي. إذن باش غنحددو، باش غنحددو هنا المعادلة، عفوا باش غنحددو بي خصنا نحددوه بشي نقطة كتنتمي لدلتا، ولكن هما ما قالولناش شي نقطة، غير قالولنا وسط. دونك لدينا دلتا وسط القطعة AB. إلا كان وسط القطعة AB يعني أن دلتا يمر من إي مثلا منتصف قطعة AB. إذا خصنا نحددو الإحداثيات ديال النقطة إي، بما أن إي راها منتصف، الإحداثيات ديالها هما إكس أ زائد إكس بي على جوج، إيكغيك أ زائد إيكغيك بي على جوج. صافي، شحال هو أفصول النقطة أ؟ أفصول النقطة أ عندنا جوج ألفا، صافي جوج ألفا، ولكن ألفا راحنا لقيناها هي ناقص واحد، وبالتالي الأفصول غتجينا جوج في ناقص واحد زائد أفصول نقطة ب اللي هو ناقص ستة على جوج. أرتوب النقطة أ هو سبعة زائد أرتوب النقطة ب هو تسعود على جوج. إحداثيات ديال النقطة هي ناقص جوج ناقص ستة على جوج، وهذه سبعة زائد تسعود هي ستاش على جوج. إذن ناقص جوج ناقص ستة هي ناقص ثمانية على جوج، وستاش على جوج هي ثمانية. وبالتالي الإحداثيات ديال النقطة إي هي ناقص أربعة ثمانية، يعني إذن دونك، وبما أن إي كتنتمي دابا لدلتا، حيتاش راه إي راه دلتا كيمر من منتصف القطعة AB اللي هو إي، فإن إكراك إي الإحداثيات ديالها كيحقو لنا هاد المعادلة جوج إكس إي زائد بي. أرتوب النقطة إي هو تمنية كيساوي جوج فاياش في ناقص أربعة زائد بي، تمنية تساوي ناقص تمنية زائد بي، يعني تمنية زائد تمنية تساوي بي. إذن عندي هنا بي شحال تساوي؟ إذن بي تساوي 16، إذا كانت بي تساوي 16 ومنه المعادلة ديال المستقيم دلتا هي إيكغيك تساوي جوج إكس زائد 16. صافي، جوج إكس زائد 16. رابعا قالوا لنا احسب طول AB، احسبوا المسافة AB وصافي. دونك عندنا المسافة AB هي XB ناقص XA أس 2 زائد YB ناقص YA أس 2، هذا الشيء كامل عليه الجذر مربع. أفصول
الأفصول ديال النقطة بي، الأفصول ديال النقطة بي عندنا هو ناقص ت، ناقص أفصول نقطة أ، أفصول نقطة أ هو جوج في ألفا. شحال لقينا ألفا؟ ألفا راه لقيناها هنايا هي ناقص واحد، ألفا راه حنا لقيناها ناقص واحد، إذن يكفي أننا نجي ونعوضوها هنا، ناقص واحد أس اثنان زائد أرتوب النقطة بي هو تسعود، ناقص أرتوب النقطة أ هو سبعة. دونك غنحسبو هي ناقص ت، ناقص في ناقص هي زائد، إذن غتجينا زائد جوج أس اثنان، تسعود ناقص سبعة هي جوج، دونك غتبقى لنا هنا جوج أس جوج، لدينا يعني تساوي ناقص ت زائد جوج هي ناقص أربعة أس جوج زائد أربعة، تساوي هذه 16 زائد 4 تساوي جذر مربع 20. إذا المسافة AB تساوي جذر مربع 20، صافي تساوي جذر مربع 20. خامسا قالوا لنا لتكون E، لتكون E النقطة للإحداثيات ديالها هما ناقص ثلاثة جوج. سؤال حدد إحداثيتي M بحيث يكون الرباعي AB ME متوازي الأضلاع، متوازي الأضلاع، صافي. دونك اش غنقول؟ اذا كان AB ME متوازي الأضلاع، متوازي الأضلاع، لكان هذا متوازي الأضلاع، فإن المتجهة AB كتساوي المتجهة EM، صافي. هاد المتجهة AB كتساوي EM ماشي ME، EM حيت هاد الترتيب راه مهم بزاف، متجهة EM كتساوي المتجهة AB، أو لا المتجهة BA كتساوي المتجهة ME، صافي. إذن المتجهة EM كتساوي المتجه، إذن إذا كانوا جوج متجهات متساويين، صافي، فإن الأفصول ديال هاد المتجهة كيساوي الأفصول ديال المتجهة، والأرتوب ديال هاد المتجهة كيساوي الأرتوب ديال المتجهة، أوكي. دونك هتجينا XM ناقص XE تساوي XB ناقص XA، و YM ناقص YE تساوي YB ناقص YA، و غنعوضو هنا. إذا بعدا قبل ذلك XM شكون اللي مجهول عندي هنا؟ راه غير XM و YM، هي XE زائد XB ناقص XA، و YM تساوي YE زائد YB ناقص YA، يعني صافي متفقين. و غنجيو لهنايا نكملو صافي، دونك غنعوضو كل حاجة. إذن إكس إم أفصول، أفصول نقطة أ، أفصول نقطة أ عندنا هنايا هو ناقص ثلاثة، زائد أفصول نقطة بي هو ناقص ستة هي ناقص ستة، ناقص أفصول نقطة أ هي أفصول نقطة أ هو جوج ألفا، جوج ألفا، إذن هي جوج ألفا لقيناها من قبل هي ناقص واحد، إذن جوج في ناقص واحد. إكغيك إم تساوي هي إكغيك أو أرتوب النقطة أو هو جوج، ناقص عفوا زائد أرتوب النقطة بي، الأرتوب هو تسعود، ناقص أرتوب النقطة أ ناقص سبعة. إذن إكس إم ناقص ثلاثة ناقص ستة هي ناقص تسعود، ناقص ناقص دونك هي زائد جوج
YM تساوي جوج زائد تسعود هي 11 ناقص 7 هي 4. إذن XM تساوي ناقص 7 YM يساوي 4. يعني إذن إحداثيات ديال النقطة M تساوي هما ناقص 7 و 4. ونهاية التمرين.